دالكينا دفاعيسا أنو إستاق إتوبيا سمان من سمان أيو دماع عيد بسو تاقنا ما لين بهير بسو مري لكن وحن لأوغين صومالي الصغير وكبير إني أسكرته إلا ما أوغه وننك الراس عسر جوغا يمتك الراس كان بونو جوغا أما هاس يغانا أما يانا إسوغونه داد إسا سور دوين إياه أو إسمارتق هذا إياه أو قبلها كلا قرسان إياهين داد إسلام أبان هاي هل قوم يدبادلك صومالي يكون نول نمعان إلهي صوما أمدها كلا سينبا إلهي إنا سيي أو أه إنا نهي أمت مسلمة كل جين أغاس عبد الله أغاس حاشي أغاس ورعد أغاس كي بيشا مرورصد إلهي هاو نحرستو إلهي هاو دنب داف إلهي نحرستي سواسع هاسيو قبر إلهي هاو واسعيو جنة الفردوس اللقلة الله كورساق إنتا تعصيدا كردافا يا أغاس كا إنا ندعينو واجب بينا قطاهي مدني ماذا الدلك صوماليا ولا متابتان وح اينو قرقرتان كجلي كرنو اما هذا الكجلي كرنانا ما صوماليا الدل الهي بلاريي معدن نا الهي ديقيوي عدو والبنوي وان قلتاقيسا ودياشي الدلكوا إذنكا جيل با إذنكا الدمين دونا كوكلا إياغانا كسي الدمين دونا إياغا كوك سيد لان دونا وإيمان دونا إن شاء الله مرنبا هذا يقرقرتن كما قلينو مدنما دا ودنك سوماليينا هل أغاتو باغنها ونغطو دل كما دحوين الله دورت لو داري تلذي سنة إساقال لو قدمين ايه يان ليس كو قصين إن عدوة لبتر هذا أنا تلين ايه تاهل قاسم كردافا ايه مدني ماذا دلكو وحقور قرتن قيل كرما نكستو صوماليا وحان ليا هاي دل كان دفاعي سأنو استاق انت من نمدن كودا فيا دفاع عدلك اثيوبيا سمان من سمان اي دماء عيد سو تاقنا ما لين بهير بو سو مري لكن وحن لاوغين صومالي الصغير وكبير اني اسكرته لما اوغه لو ما حسابتم هي من كينيانا او وقتي بدا ليسكو هيي ددك كينيانكا لا هادلي يا وحو يري صوماليا إنا بدأ ذا أدينه دقالنا أن لج أن لجلن يا إنه وقيم بدن صابتو أصدن سنة دقال بيبرهنيين ماشي حب ذكرنا عدو يجوي كورديان إنا جرو وين كعرري النبي نقص حقيقة الصومالي ذا نندر سيبو أها ذلك الدفاع إسه وضياش حال كان فردي يا أنت إنا جم مكان يا أنت ميديا هاي نقدر جسنس والله إسعولادين تأني إسعولادين إنه إسومالي إسريح سيناني معنى يالني معنى السميني لكن معنى هو حسميني إياه وإن كل جين قعما إسقبسن تاد إسلام أبان هاي هل قوم يدبادلك سوماليا كن نول نمعان إلهي سوما أمدها كلا سينبا إلهي إنا سيي أو أه إنا نهي أمد مسلمة كل جين إنا نهي أمد سوماليا أو هل قوم يده إنا نهي أمد هل أفله إنا نهي أمد هل دقن له وننك الراس عسر جوغا يمتك الراس كان بونو جوغا أما هاس يغانا أما يانا إسوغونه داد إسا سور دوين إياه أو إس مرتق هذا إياه أو قبلها كلا قرسان إياهين نمعذا قومي ذاها أدونكو إنا لما وداغان لابد الدالر دين عيادة إنا قاحيقا مدنوا أفرتني اللي حقومي دو مدنوا أفرتني تدوا قومي دو هذا الكيغا واحن كقب حياه وأبركم التال صومالي وحي إسكوه إستاه لكن أنا أستاقنه دفاع عدالك وأنا كبح السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دالك حبا هيا مركز عدوغا إتوبيا إيا كوة دبادة كالريحية وحان ديار لغاك صومالي دويهين إياقو داتكو دي هوركعية دولة دو دي بربرتاقن إن أي دفاعان كرامة أمدا صوماليات عدوغا سوهن قريينا أي هنقريغا شران
دقن كسومالي دوحو ديارو يهي أتكين تمدين مدى إيه جوجين تدامان تقالة دا سوكيي إيه أبابلين يكوة أن أبابلين إيه ميزيلا راس قامبوني إلا راس عصير أي كأبابلين عدوغا قدهاق رقه إيه عدوغا ديبادو أوقعان سينيا تانا وحان لانا هاي إذين سورة قيلي ميسو شعب كسومالي دوحان رقوبا قينا قدهان ميلي جوغان با مدنمو walaartinimo dad islaamaynu nahay waxaynu isku dilinaa wax macna leh maaha dagaaladana waxaan ku baaqaynaa in dhammaan shuruud la aan lagu joojiyo dagaal wiil baa ku dhintay wiil kuma dhasho alxamdulillah tarawlah wasallatu wasallama ala nabiyya ba'da bismillaahir rahmaanir rahiim odayaasha dhaqanka soomaaliyeed khiyaarta mataleysa ee shirkan degdeg ah ee hordhaca ka soo qayb gashay maanta oo bisha tahay 14 bisha 9aad 2024 waxaan ku salaamayaa iyo inta maqanba ee aan matalaynaba salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu bacda salaam shirkan waa shir degdega oo hordhaca insha allahu tacaala dhaqanka soomaaliyeed wuxuu u diyaar gooyasan yahay meel uu joogaba in uu u midoobo difaaca dalka horumarinta iyo dowlad dhiska iyo midnimada ummadda Soomaaliyeed ilaalinteeda sida awgeed shirkan waa shir degdeg ah hadaan markaa hoos u galo doorka dhaqanka Soomaaliyeed mid qarsoon maaha min xilligii gumaysiga oo aan badda kaga saxeexnay gumaystayaashii Yurub annaga oo aan dowlad ahayn iyo maantoon qaran nahay intaba waxaan diyaar u nahay in aanu naf maal iyo maskax u hurna dalka islana barbar taagno dowladda qaranka Soomaaliyeed difaaca ay ugu jirto iyo dadaalka dowladnimo ee mataqaana hanaqaadka ammaanta waxaan dowladda dhexe iyo maamul goboleedaba ku hambalyeynaya doorka muuqda oo dowladnimada la gaarsiiyey oon maanta ka mid nahay golaha ammaanka qaranka Soomaaliyeed inagoo meeshii aan ka soo bilownay iyo meeshii laynagu talagalay ka soo kacnay aan ognahay shirkii carta ilaa laga soo bilaabo maanta 24 aan joogno dowlad mustaqil ah baan taa dowladda madaxweynaha iyo xukuumadda ra'iisul wasaaraha iyo xukuumadda iyo dhabax ogolyaasha baarlamaanka iyo dhammaan ummada Soomaaliyeed ka qayb qaatay difaaca qaranka iyo dowladdu waa uga mahadcelinaynaa hadan dhaqanka Soomaaliyeedna dalku wuxuu u baahan yahay markaas cadawga Itoobiya iyo kuwa dabada ka riixaya waxaa diyaar dhaqanka Soomaaliyeed u yihiin iyagoo dadkoodii horkacaya dowladoodii barbar taagan in ay difaacaan karaamada ummadda Soomaaliyeed cadawga soo hunguriyana ay hunguriga jaraan dhaqanka Soomaaliyeed wuxuu diyaar u yahay adkaynta midnimada iyo joojinta dhammaan dagaalada sokeeye ee abaabulan iyo kuwa aan abaabulayn ee miseyla raas gambooni ilaa raas casayr ay ka abaabulayaan cadowga gudaha rag ah iyo cadowga dibadda oo gacan siinaya taana waxaan leenahay idiin suurageli mayso dagaaladana waxaan ku baaqaynaa in dhammaan shuruud la aan lagu joojiyo dagaal wiil baa ku dhintay wiil kuma dhasho dhinaca kale aan ku soo gabagabeynaya waxay tahay oon ugu baaqayaa doorka dowladda iyo dhaqanka mudane madaxweyne mudaxna ra'iisul wasaare golayaasha baarlamaanka guddoomiyeyaal qaranka Soomaaliyeed dadkii soo dhisay waa dhaqanka waxaanad ka dhigteen hangool guriga lagu ooto oo lagu tuuro bowdka waxaanu isku dhaarsanay shirkii 12aad bishii 2012kii ilaa hadda inaanan dowladda qadoodiga aan ku qabno dhibaatada aan qabno in aanan ku mucaaridin oo aanan xataa wax u sheeganin walaakaad way idiin sheegaynaa waxaan leenahay 4 iyo 5 xubnood ayaa waxaa loo dilay oo 138 ka mid ah maxaa dowladdu soo dhisteen 204 waxaa loo dilay oo ah salaadiintii iyo ergooyinkii intaa la shaqeynaysay ilaa kale wax meel shaqeynayna waxaa loo dilay maxaa dowladdu soo dhisteen haddana weli waa la daba taagaya marka waxaan ka codsanayaa mudane madaxweyne iyo mudane ra'iisul wasaare iyo baarlamaanka annagoo diyaar u ah dib dambe hangool muska lagu tuuro noqon mayno ee waxaanu noqon naftood hurayaal
دلك الدفاعية حقوق ذي كلها الدنيا لنا وقضب شعبك الصومالي وحان أقوب باقينا قودهان ميلي جوغانبا مدنمو والارتنمو تد إسلامين ونهاي وحان يسكد لنا وح معنا لماها تقال الله كسعودة قبل كمدوك كوا كسعودة صولي سناك كوا كسعودة شبال الله دحي شبال الله هوسي كوا قبل الله كلا كسعودة لما تود بوحان أقوب باقينا انت قال الله سيشروط لآنا لقو جوجيو إن شاء الله تعالى دولة دحي يرز ما بالقبلات وسكا كاشدان نبادين تي تابجاني تمد مدو مدو الصوماليات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رئيس الوزراء حقيقة جمهورية الفدرالية الصومالية مدن السالح أحمد جامع يا مانتا مقرد بشو كده فري مالنتا بنلقى ضلحيس كصومالي سنة كان لبضة كوني أفري لبعة تنكا وسنة كان هالكل يسوء يهي dib u qaabaynta mustaqbalka dalxiiska Soomaaliya waxa ka soo qayb galay munaasabada masuuliyiinka tirsan dawladda federaalka Soomaaliya sida xildhibaano wasiirro iyo sidoo kale dadweyne ka soo qayb galay munaasabadan sidoo kale waxa madasha ku sugnaa shirkado ku soo bandhigay halkan dalxiiska Soomaaliya iyo sida ay qayb uga noqdeen qurxinta dalka Soomaaliyeed waxa madasha markaasii la keenay arwo bandhigeed ay ganacsatada ku soo bandhigayeen waxyaabaha ay hayaan iyo adeegada dalxiiska iyo qabtaan iyadoo uu ra'iisul wasaaraha xigeenku mid mid u booqday shirkadihii ganacsi ee halkaasii ku soo bandhigay wax soo saarkooda munaasabada ayaa waxa ka hadlay masuuliyiintii ka soo qayb galay oo ka mid ahay ra'iisul wasaaraha xigeenka ugu horeyna waxa madasha ka hadlay wasiirka wasaaradda warfaafinta iyo dalxiiska iyo dhaqanka ee jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Daud Aways isagoo ka warbixiyay isla markaana la wadaagay warbixinta bandhigga dalxiiska ee Soomaaliya ee sanadka 2024 waxa qaybahay u qabsomay waaxda dalxiiska ee wasaaradda iyo higsiga Soomaaliya ee mustaqbalka dib u qaabaynta dalxiiska Soomaaliya maalgashiga dhanka dalxiiska ee Soomaaliya waxa uu fursad gaar ah siinaya maalgeliyasha sheegay inay wax ku darsadaan dal isku darsaday qeyraad dabiici ah taariikhoodan ah أما رقم يهدو كترجمة مهمة أمدا عن ديار كواه دي بوصوكا بشادة بوحدة كدب رور سنو أولا صومري دقالو إيو عفوين كالو دل كان كواب سيد وحان أقودن بنتي أقود باقينا دمان با مالجرياش الشيشي إيو كوا محالي غاوا إن قيبو انتقاتان أدي جان هرمر كيسا سي أو قيبو غا نقضو هرمرين تنقالها أو سياسة دولد لجان قاديسا ugu dambeyntiina waxaan marka leeyahay hambalyo maalinta dalxiiska ee Soomaaliya laga xusayo maanta oo ah maalin muhiim ah oo aan filayo inay noqoto bog cusub oo Soomaaliya dhalinyaro badan ay markaas ayaga fikradooda ku soo darsadaan intaas kadib qaar ka mid ah masuuliyiinta ka soo qayb galay oo ay ka mid ahaayeen wasiirka wasaaradda beeraha iyo wasiirka wasaaradda qorsheynta ayaa ka hadlay munaasabada iyaga oo ifafaalo wanaagsan ka bixiyay halka uu u socdo mustaqbalka Soomaaliya ee qurxinta iyo dalxiiska iyagoo oo shacabka Soomaaliyeed iyo ganacsada ugu baaqay inay qayb ka noqdaan horumarinta waaxda dalxiiska ee Soomaaliya si dalkan looga faa'iideysto meelaha muhiimka ah ee lagu dalxiisi karo isla markaana dib u habeyn iyo qurxin inta lagu sameeyo bal iyo ayaan leenahay wasaaradda wasiirka iyo dhamaan inta ka hooseysa wasaaradda oo dhan ee dadaalkan ay sameeyeen horumarkan ay sameeyeen sida la sheegay xilligii la cayimay maalintan maalinta dalxiiska dalka أنا وزير ده وزير كها واحدة مركي اللي سمينا يلو عيمة أنا وزير كها مركا لكن هو مركا اللي سمي أدي أتبان وقوم معنا هنا وأنا سداس تقول دي بدو ونجح نجح صار وي دجموين كقبل كبنادر يا كتر تمشي سنة كيما مر I hope إلى حد أنا وطن نروح ذا ليه ومر بميل أنت لا تو ليه هي وش عشان كسب بديجسين laga cun jiray oo lagu dalxiis jiray marka taasna inaad xojisa insha Allah taala iyo gobolada dalka iyo loo gudbi gobolada dalka inaan wasaaradda ka tagin marka hambal ayaan leenahay ilaahay nabada iyo karaamada iyo quruxda aynu dalkeenu leeyahay inaynu si nabada ku calfano argagixisada iska qabano ilaahayna waafajiyo de sectorkan wuxuu tiir weyn u yahay dhaqaalaha Soomaaliya sectorada contribute gareeyo أو واحد بدنا كتره كم عدد قاله شق أبور كان أبوره
هذا وحاء قدم كان وإيه قرنا الشيء وزير فردوسة هل مليون كبدًا أي سنة كاستهرت سوماليا تماذو أو فلايت كتماذو سفر كتماذو ويجس نقال وينو سوماليا كسوكر لي سيدو كلا لح إلى التطبيق ديار ذو عالمي أهم ريجنال سوماليا تماذو أو دمارين كستوى أسبوع كستوى ده كلا دات قرينيو أو أيضا نفتو نقاله أدو كونتريبيوت قرينيو لباتن يكو كل أشقال أي رستورانت كسوماليا كشقيه دراسة دالو سوسار مور دل لباتن يكو كل أشقال أه وسكتر وين أدد بدن أدي أد أو شقاليه سيدو كلا سدح يتوهم كل أشقال أي هوتيل أو شقيه تيه ورا وحي إيه مقاعدة رستورانت سدح يتوهم كل إن كبدن أي هوتيل أو شقيه أيضا نوا سوق حق له الصومالي لأن يرتدي شقاليه وأدي هذا حق بدن لا سدح يتوهم كل ما يرد الصومالي وحكوية لا إن كبدن شنبق الأو هوتيل أيضا نفتي هذا وسكتر أدي حق بدن و 500 هوتيل شنبق الأو هوتيل حكوية له ميجر سيتيز مركلة فيريو شنتاس بقول أو هوتيل دراسة ده حكوا سو صارني كباستيجا أما واحد لقها ناشنال بيت كباستيجس قلش يسريرها إيو عندد لغو أكمليت غرين كرو شن إيه طبعاً كن أي كباستي الصومالية لايتها دراسة ده لغو سو صاري هوتيل هوتيل على لولا كل من قلش ولا لفيري أي جاور بحنت شاعي 15,000 نقطة دراسة ده سواء قرنتها أنا جي وزارة ده حاصلة قبلني لكن وحقو أذكر اسم قيادة منطقة عنتو وتل في عرض سياحته أكسسكي مركا وقتي وحال الجوع أرنتاس لإنكورج كرين لها ولا مال قليل لها مركا كان عصير صومالي طبعاً لي هاي أرنتاس كفائدة استو وقتي قليل إن شاء الله قبل كبدا من الصوت ده وحكاه اللي رزارك وحكين كان ذلك سال أحمد جامعة واستو كشيكي هناك دلحيس صومالية iyo sida ay dadka Soomaaliyeed uga faa'iideysan karaan inay qurxiyaan goobaha dalxiiska oo uu sheegay in Soomaaliya ay ka mid tahay meelaha ugu quruxda badan ee caalamka waynu haysanaa fursada waxaan ku soo gunaanadayaa waxay u baahan tahay iibgeyn waxay u baahan tahay daraasayn waxay u baahan tahay maalgashi ma aha Soomaaliya bila ka jiri jirtay مقدشو كن سجا لبلي يكون يلبي يتران كسرة أحد ما تما وكان مسؤول في تركيا تركيا كسرعني ذلك تركيا جو حلقة يا بادث كفنور إن يسورين شيرين أرض جان كور أرمش هو بحال الجلانة ولا جود بعد الصومالية دب مويا خير بدل كم غل ما تنا صومالية باع مشتري هي أقونيها هي عسكري جودي هي دبلوماسي جودي به وكنولي أين مركز دلكينا آمن؟ يدورك وما ده كلامك إنه كسر دوينه؟ أين دغالي إسكو إذا سكرنا وزير دا أويس وأنا مرد ودكور ورنيه أويس هي شامع سير سرعيس داود أويسه أصاب علم كلا داود أويس شامع ورحلت سير سرعيس هو في السؤال أباه وزير ده كشقين تريبا لقدالي. سگار جواب تی بهی بیاری. مالا توریستی ویم بوده گو. دلکه بودی هیسه. ام کس اگر نه دلکه بودی هیسه. ولگا ما مارمان. قفک سومالی گه حمار کردش. اما که باید با کردش. اما کسمایی کردش. اما که هرگیس کردش. اما گروهی. اینو سوار بدال که این تی سکله. و آنو نگون قف طول چوگه. عقلي سنا أفرت المدريدي أنا ودافين جرات كيس سنا أنا دور ككيلومتر كنا ليها أنا ودافين الصومال ده واحد تري نمان دول مريني دايلا أدبر سلامتي